على السؤال انه اذني فيها ثقب وسويت عمليه وفشلت العمليه، هل الثقب هذا يكبر ولا يجي زي ما هو ولا يصغر؟ في الاغلب انه يصغر شويه تدريجيا، لانه مستحيل، مش مستحيل بس في النادر جدا انه يتم عمليه ترقيع للطبله وما يتم يعني نجاح العمليه حتى لو جزء بسيط. ففي الغالب يعني 90% لو فشلت العمليه انه يكون الثقب اصغر من ما كان عليه قبل العمليه. واحد من المتابعين بيسأل بيقول دكتور كيف يتم تحويل المريض من مريض من طبيب إلى آخر في نفس التخصص؟ الآن اللي صاير في العالم كله تحديدا إنه أغلب الأطباء يكون عندهم تخصص دقيق، يعني دارس زمالة تخصص دقيق في شغلة معينة. يعني لما يكون عنده مشكلة مثلا في شغلة غير تخصصه في الأغلب بيحولها لطبيب أكثر علم منه بهذه المشكلة ليتم علاجه بصورة أفضل ويأخذ المريض الأفضل من ناحية الاستشارة الطبية في هذا المرض بالذات. أتكلمنا عن موضوع استئصال اللوزتين ومتى يتم استئصال اللوزتين. مهم جدا أنه نعرف الآن مع فترة كورونا واللي صاير أنه صار الناس يلتهب حلقهم دائما باستمرار، هذه ما تنحسب كالتهاب بكتيري للوز عشان يستدعي أنه الطبيب يقول لك استأصلها. فلازم يكون على الأقل 7 مرات في السنة الواحدة أو 5 مرات في السنة لمدة 2 سنين و4 أو 3 مرات زي طفلك لمدة 3 سنوات و4. فهذه الأشياء مهمة جدا، إذا تحققت ممكن الطبيب ينصحك باستئصال اللوز أم لا. لكن مهم جدا أن نحافظ على الأطفال في فترة العمرية بأنهم يشربوا السوائل كثير، لأنه في الأغلب طفلك يمكن عنده التهابات فيروسية أكثر من أنها بكتيرية وتتحسن وتتعالج إن شاء الله. فما في داعي أنه الواحد يروح على طول للحل الجراحي إلا إذا لزم الأمر. إذا تم معاينة طفلك من قبل طبيب استشاري مختص في الأنف والحنجرة وقالوا له عملية، الموضوع يختلف. طبعا التهابات الأنف والجيوب الأنفية أو حساسية الأنف والجيوب الأنفية مرتبطة ارتباط مباشر أو غير مباشر في بعض الأحيان بحساسية الصدر. فممكن الواحد أو الواحدة تكون عندها مشكلة في الصدر ويكون عندها التهابات في الجيوب الأنفية أو العكس. مهم جدا انه نعرف نعالج مشاكل الانف والجيوب الانفيه لانه هو المدخل الرئيسي لالتهابات الصدر، فاذا كان مسببات حساسيه يجب تتعالج بطريقه صحيحه. ونعم في بخاخات، بس الافضل قبل ما نستخدم اي بخاخات لازم تراجع طبيبك المختص يعمل لك منظار للانف والجيوب الانفيه ويتاكد انه ما في ناميات او لحميات، وبعدين هو يكتب لك البخاخ المناسب للانف عندك عشان ما يكون في مشاكل في العلاجات. هذه من أكثر الأشياء المنتشرة جدا اللي نشوفها بعد الزكام. سببها أحد من الاثنين، يا إنه يكون حساسية عند الطفل، يا إنه يكون عنده تضخم في اللحمية أو هذه الزكام الفيروس، سواء الالتهاب في اللحمية الموجودة وراء الأنف تضخمت سدت له الأنف في الجهتين فصار ما يقدر يتنفس عن طريق أنفه، وبالتالي إفرازات الأنف نفسها ما تقدر تروح وراء الأنف. اللهم تلاقي الطفل يبدأ ينقط أو سيلان مستمر من أنفه تستمر فترة طويلة. لازم استخدام بخاخ ملحي أو الأفضل عرضه على طبيب مختص عشان يشخص إذا كان عنده اللحمية متضخمة. في علاجات تأخذ عشان تصغر حجم اللحمية